وللحديث عن أوضاع النازحين في العراق واستمرار معاناتهم منذ أكثر من 8 سنوات معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النفسة السيد ضياء الشمري. مرحبا بك معنا سيد ضياء. أهلا ومرحبا والسلام عليك. رمضان كريم. حياكم الله. يعني في مواسم العبادة والخير والطاعات مثل شهر رمضان المبارك، وبدلا من أن يلمس المواطنون العراقيون وخاصة في مخيمات النزوح نوعا من التحسن في حياتهم، يكون أو تكون هذه المواسم مواسم يعني تمثل أعباء حقيقية وصعوبات حياة حقيقية أمامهم، وبالتالي هم يعني من سيء إلى أسوأ مع الأسف الشديد. كيف يمكن تقييم أوضاعهم في ضوء كل ما حصل خلال الفترة الماضية؟ في الحقيقة كل المنظمات الإنسانية طالبت بالرقابة الدولية على هذه المخيمات، ولكن الحكومة العراقية ترفض هذا الشيء بحجة أنه السيادة الوطنية. هذه دائما يتحدثون بها، الحكومة العراقية تتحدث بهذا الموضوع، وهذا الموضوع حقيقة بعيد كل البعد عن السيادة الوطنية. وإذا كانت هنالك سيادة وطنية حسب ما هم يدعون، ذولا أبناء المخيمات الموجودة اللي صارهم 7 و8 سنوات وقسم أكثر من هذا، إذا نحسب جرف الصخر كم صار لهم النازحين من هذه المناطق. حقيقة الحكومة العراقية لا يهمها هذا الأمر. الأحزاب المتسلطة وهي أحزاب ذو ميليشيات، وهذه الميليشيات لها مصالح ومسيرة من جهات أجنبية، ونحن نعلم من أي جهة ومن أي معلومات تصلهم حتى يضايقون على الموجودين في المخيمات والنزوح حتى من المخيمات. يعني يطالبون من المخيمات دفع بعض الأموال على أشان يطلع جواز أو يطلع هوية تثبت عراقيته. حقيقة العملية إجرامية، عملية لا هي عملية الإنسانية ما يعانوه المخيمات. إذا هي تتعدى سيد ضياء مفهوم التقصير الحكومي إلى مفهوم التعمد في الإساءة وفي يعني هذه الإجراءات التي تفضلت بها لتصعيب حياة العراقيين أكثر فأكثر. نعم، هو أكثر مما هو عقاب من الحكومة العراقية أو من الميليشيات أو من هذه الأحزاب أو ذول المتسلطين على العراقيين. حقيقة كلهم المتسلطين على العراقيين لا ينتمون إلى الشعب العراقي. يعني إحنا نعلم أنه حتى إذا تسأله إذا كانت أي مشكلة بينك وبين جار آخر يقول أنه أوقف مع إيران ضد العراق، وهذا تصريح رسمي، يعني مو تصريح يعني مو ابتلاء عليه، وإنما هذا هو الوضع السياسي الموجود في العراق. إذن هنالك عملية مبرمجة من هذه المناطق، وخاصة المناطق المجاورة ومنطقة السنجار من المناطق المهمة بالعراق، لأن فيها عدة طوائف موجودة بالعراق وشرائح من الشعب العراقي. ولحد الآن حتى نزحوا من سنجار لا يمكن العودة لها من سنجار بحجة الوضعية الأمنية لا تسمح بعودتهم، ولكن هنالك احنا نعلم كثير هنالك عوائل من مناطق اخرى نزحت وسكنت في هذه المنطقه. هل هذا معقول؟ يعني هل هذا يعني تفسيرهم لهذه الحاله؟ اذا الحاله مبرمجه والحاله لها ابعاد سياسيه، ابعاد ايديولوجيه. ممكن في المقابل وضحت الفكره، في المقابل الحكومه من جانبها طرحت برنامج لإعادة النازحين، وبعد ذلك ألقت باللائمة على النازحين أنفسهم وقالت بأنهم لا يرغبون بالعودة. كيف تقيم هذا البرنامج؟ هل كان برنامجا مناسبا وعادلا وملائما بالفعل؟ أستاذي العزيز، حقيقة هذا بدأت الحكومة العراقية وقالت إحنا ممكن أغلق هذه المخيمات لعدم تمكننا من إدارة هذه المخيمات، لأنه كثرة الشكاوي من المنظمات الإنسانية. هم أرادوا أن يغلقوا المخيمات، ولكن لا يعملوا بتجديد المناطق الذي نكبت الذي دمرت. نعم. يعني حتى تبني البنية التحتية الموجودة في هذه المناطق دمرت، إذا نتكلم على الموصل أو إذا نتكلم على الفلوجة أو مناطق أخرى من العراق. أخي لا يمكن السكن فيها، وين يسكن؟ يعني تغلق المخيم ولا موجود له مأوى. يعني هل معقول هذا؟ هاي الحكومة العراقية تتصرف
تصرفات يعني غير مقبولة وغير قانعة. نعم، في نفس الجانب قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل حذر من إبادة بيئية جديدة قد تطال النازحين نتيجة تراكم النفايات في مخيماتهم، وهذا الإهمال الذي يبدو أنه يعني لمزيد من التضييق على هؤلاء النازحين. حقيقة بالنسبة للنفايات والتنظيف الموجود في العراق هو معدم تقريبا، حتى في بغداد لا توجد، المحافظات الأخرى من المحافظة الديوانية لا يوجد هذا البرنامج من أجل إنقاذ هذه المنطقة من الكوارث الموجودة في هذه، لأنه فعلا التنبيه ما له يعني خوفه هو حقيقي، لأنه ممكن يصير أوبئة وأمراض وبكتيريا وكل شيء ممكن يحدث في هذه المناطق، لأنه النفايات تبقى في هذه المناطق، ليست النفايات وأخرى الفضلات الأخرى أيضا. هذه مشكلة كبيرة، يعني حق المدير الناحية أو قضاء السنجار أن 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 يتحرك بهذا الاتجاه ويقول يا جماعة يعني أنقذونا من هذه المحنة، هذا من حقه، لكن الحكومة العراقية هل هي راح تحرك ساكن وتبدأ بهذا المشروع لإنقاذ هذه المنطقة من الأوبئة أو الأمراض القادمة؟ نعم، الفساد الحكومي اللي إلى أي مدى ساهم في تعطيل عمليات إعادة الإعمار، أو أنهم يريدون عودة هؤلاء النازحين في ظروف غير إنسانية ويتركون ملف الإعمار دون أي تنمية أو أي حل قريب؟ أخي الحكومة العراقية حقيقة كلهم، النواب والمدراء العامين والموظفين الصغار والكبار والوزراء وكل المسؤولين، هم ملتهين بسرقة الشعب العراقي. مسألة إعمار من 2003 ولحد هذه اللحظة لا يوجد هذا الإعمار لا في المستشفيات ولا في المصانع العراقية، وإحنا نلاحظ هذا الشيء. حتى يخلصون الطبقة حتى تشتغل الناس، حتى المصانع الموجودة في الديوانية والسماوة والناصرية من مصانع كبيرة، وحتى في الإسكندرية أخي المصانع كلها غلقت، تقريبا 1500 مصنع سجل مغلق من قبل الحكومة العراقية. هي هذه تريد تبني، هي هاي الحكومة لو جاية لتدمير الشعب العراقي، هم يقولون احنا اجينا ببرنامج تدمير العراق. نعم، أشكرك جزيلا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.